ننتقل إلى حلب. جمع مراسلنا أمير سليم. أمير، المحافظة سجلت إصابات جديدة بالفيروس، ما التفاصيل لديك؟ نعم نوفين، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. مساء الأمس أعلنت مديرية الصحة في محافظة حلبجة عن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا، وهما رجل وامرأة يبلغان 55 عاما من العمر. تأتي هذه تسجيل هاتين الحالتين بعد أكثر من 54 يوما لم تسجل أي إصابة داخل محافظة حلبجة، رغم أن الظهور الثاني للفيروس في الأقضية والمدن القريبة من مدينة حلبجة كقضاء شهر زور وقضاء سيد صادق ومدينة السليمانية سجلت فيها إصابات كثيرة. في الظهور الأول للفيروس في إقليم كردستان والعراق والمناطق والدول المجاورة في أواخر شهر آذار سجل أولى حالات الإصابة داخل مدينة حلبجة، وخلال منتصف شهر نيسان كانت آخر حالات الإصابة. بعد طور نقاها داخل مدينة حلبجة كانت تقوم مديرية الصحة في المدينة بمسح عشوائي وأخذ عينات في الأماكن العامة، حرصا منها في على الكشف المبكر للوباء إذا كان منتشرا أو كان أحد حاملا لهذا الفيروس. وكذلك كانت هناك تشديدات أخرى وإجراءات أخرى داخل مدينة حلبجة. خلال الفترة السابقة قامت مديرية بلدية حلبجة بالتنسيق مع مديرية الصحة داخل مدينة حلبجة بتعفير أبنية المدارس التي تجرى فيها الامتحانات الفصل الثاني للصفوف المنتهية داخل المحافظة كإجراءات وقائية. وكذلك خلال بالأمس عقدت خلية الأزمة في محافظة حلبجة بعقد جلسة خاصة بعد ظهور كشف الحالات داخل مدينة حلبجة، وشددت على تنفيذ الإجراءات والخطوات الاحترازية في المنافذ الحدودية لمنع انتشار الفيروس أو دخوله إلى محافظة حلبجة. الإجراءات الوقائية داخل مدينة حلبجة تطبق بشكل تام، فجميع الدوائر المدينة فرضت على المراجعين بارتداء الكمامة ولبس الكفوف خلال مراجعتهم لدوائر الدولة، وكذلك يمنع الاحتفالات الجماهيرية والدينية، كذلك مراسم العزاء داخل المحافظة يمنع حتى الآن خلال الأشهر السابقة أو خلال الظهور الأول للفيروس داخل محافظة حلبجة. التحدي الأكبر نوفين يبقى أمام إدارة محافظة حلبجة وأمام خلية الأزمة هو تسلل أو دخول غير الرسمي للمواطنين الإيرانيين إلى محافظة حلبجة. بالأمس أكدت خلية الأزمة أنها تراقب الحدود بشكل كامل، رغم وجود مخافر للحرس الحدود العراقي وكذلك للجيش الإيراني على الحدود، لكن المسافة بين محافظة حلبجة وبين محافظتي كرمانشاه وسنندج الإيرانيتين حدود واسع يمتد لأكثر من 117 كيلومترا، وهذا الحدود حدود جبلي يصعب منع تسلل المواطنين القرويين للقرى المتآخمة للحدود مع محافظة حلبجة، لأن المنطقة جبلية وكذلك هناك زيارات اجتماعية أو بقصد التجارة. بالأمس أكدت خلية الأزمة أنها ستراقب الحدود ويمنع أي تسلل، وإذا كانت هناك أي حالات فبالتأكيد سيقومون بمنعها. نعم نوفين، كان هذا مجمل المستجدات حول فيروس كورونا داخل محافظة حلبجة. أمير سليم، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من حلبجة.